ارحمنا. الله اكبر. الزخات الوطنية قوية الان كتشهدها وكتعرفها مدينة العريش. اللهم صيب النافع اكيد الله يرحمنا برحمته الواسعة. الله يرحمنا الله يرحمنا. أمطار غزيرة الآن كتعرفها وكتشهد الآن مدينة العريش. اللهم صيب النافع أكيد الله يرحمنا برحمته الواسعة. أمطار غزيرة كتشهد الآن مدينة العريش. اللهم صيب النافع الله يرحمنا برحمته الواسعة. إذن أمطار الخير والبركة تتهاطل على مدينة العرج. الله يجعلها على قدم فأمين. خويا حمزة تحياتي لكم ومرحبا بك. إذن كما كتشهدوا أمطار غزيرة الآن كتشهدها مدينة العرج. نتمنى من الله السلامة أكيد ونتمنى من الله أنه يرحمنا ويعطينا على قدم النفع ويعطينا على قدم القواد الزينة. رياح قوية أمطار الخير تتهاطل الآن على منطقة حوض اللبس. إذا مرحبا بالمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرج. نديروا جولة بطبيعة الحال عبر الشوارع وأزقة المدينة. نشوفوا الأجواء بطبيعة الحال بعد التساقطات المطرية الغزيرة اللي كتعرفها وكتشهدها الان مدينه العرج. رياح قويه وامطار الخير، امطار اللي جات واحد الدقه ديال الشتاء كانت غزيره. الحمد لله على هاد التساقطات الخير والتساقطات المطريه. نتمنوا من الله ان تكون امطار النفع والخير اللي تعود على البلاد ديالنا. نتمنوا من الله لان بعد انذار ديال الارصاد الجويه نتمنوا من الله ان ما تكونش فيضانات، لان الله يحسن العون الناس اللي كيعانيو في صمت، الله يحسن العون الناس اللي ساكنين في دور الصفيح او البرارك. الله يكون لهم عونا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. واكيد ان عامل اقليم العرج قام بزياره اليوم وامس، قام زياره امس المدينه العزيزه، المدينه القديمه عفوا بمدينه العرج، واليوم طبيعة الحال زار المدينه القديمه بمدينة القصر الكبير وشاف الديور الآيلة للسقوط واللي كتهدد أرواح ديال الناس. نتمناو أنهم يلقاو حلول جذرية في أي أقرب وقت ممكن. إذا مباشرة من شارع محمد الخامس في هذه الأجواء الماطرة والممطرة عبر شوارع أزقة المدينة، تساقطات مطرية غزيرة كتعرفها وكتشهد الآن المدينة. اللهم صيب النافع أكيد الله يرحمنا برحمته الواسعة. يلا خرجوا من الجامع. الحمد لله على هاد امطار الخير، الحمد لله على التساقطات الربانيه والله السلام اكيد. والاخوان قولوا لنا اش من المدينه كتوجهوا بها وكيعاملوا الاجواء. هنا مدينه العريش كاين رياح قويه، رياح عاصفيه وامطار ديال الخير لا زالت تتهاطل. كان رياح قويه وعاصفيه. الحمد لله اللهم صيب النافع. يعني الاخوان دعوا راه بعد الانذار ديال الارصاد الجويه كاين الشمال تقريبا كان باكمله، كاين تقريبا الشمال باكمله اللي حضرت مديريه الارصاد الجويه بان كاين فيضانات وكاين بطبيعه الحال ان الشتاء او الامطار غتوصل ما بين 90 حتى 130 مللتر. نطلب الله السلامة أكيد، الله يفرج على الجميع في هذا العواشر. أكيد أن ثلاث أيام الدوز قاصحة ما دوش سهلة، ولكن نتمناو من الله. لأن كما كتشاهدوا رجال القوات المساعدة اللي واقفين بطبيعة الحال على ما أعتقد أن السلطات الإقليمية وعلى رأسهم السيد عامل إقليم العرائس مجلدين من أجل أي طارئ أو أي حادث وقع بسبب الفيضانات بسبب الرياح القوية. السلطات الأمنية اللي كذلك حاضرة ومجندة بطبيعة الحال في ساحة التحرير. نتمنى من الله السلامة أكيد. دا
إذن هذه الأجواء متبين الأوفياء متبي قناة شفت به مباشرة من مدينة الهيئة والمطرة عبر شوارع أزقة المدينة. والله السلام أكيد نتمنى من الله أن هذه الأمطار تكون أمطار الخير والنفع على المدينة ديالنا وعلى المغرب أكمله. نتمنوا أن ما يكونش حوادث، نتمنوا أن ما يكونش فيضانات، نتمنوا أن ما يكونش خسائر لا مادية ولا بشرية، نتمنوا أن ما يكونش خسائر طبيعة الحال هذه الفيضانات. خويا عبد القادر تحياتي لك، البشير من وجدة الله يكبر بك. إذا قلنا الإخوان كيدايروا كيعامل الجو عندكم بالمدينة ديالكم، كيدايروا الأجواء بالمدينة اللي كتواجدوا بها، أمطار الخير اللي كانت أمطار قوية الآن تساقطات مطرية عادية وخفيفة على مدينة العراج كتواجدوا الآن بالقرب من كورنيش المدينة. لا زالت تساقطات الخير تتهاطل على المدينة، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. الشيوة الشيوة خبطة. قلنا الإخوان كي دايرين عندكم الأجواء بالمدينة اللي كتوجدوا بها، الإخوان اللي في طنجة، اللي في الشاون، اللي في تطوان، كذلك الفحص طنجرة أصيلة. قلنا الإخوان كي دايرين عندكم الجو، لأن بعد البلاغ الإنذاري ديال مديرية الأرصاد الجوية بعد ما أعلنت على أن غادي يكون فيضان وغادي يكون طبيعة الحال رياح قوية، نشوفوا الإخوان كيعامل الأجواء بالمدينة اللي كتوجدوا بها. قنيطرة طنجة شتاء ورياح قوية، الله يعطينا على قد نفع. آمين أخويا تحياتي لك. خويا سمير كيعامل الأجواء، تحياتي خاصة من القنيطرة، الرعد والبرق دابا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. إذا أكدوا لنا الإخوان وقولوا لنا الأجواء بالمدينة اللي كتوجدوا بها كيفاش الأمور وكيفاش عاملة. هذه الأجواء مباشرة من مدينة العرائش، تساقطات مطرية مهمة فهذه الأجواء اللي كتشهدها وكتعرفها المنطقة، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. إذا نقول لنا الإخوان قولوا لنا الأجواء كي دايرة بالمدينة ديالكم. شوفوا المدن المغربية بطبيعة الحال اللي حاضرة معنا، ونشوفوا الأجواء بالمدن المغربية ونطمنوا بطبيعة الحال للإخوان والأصدقاء والعائلات والأحباب اللي كاين بهاد الأقاليم بعد إنذار ديال الأرصاد الجوية. إذا كنتوجهوا الآن بقلب مدينة العراج، الله يرحمنا برحمته الواسعة، دار بلا الشتا والرياح، الله يرحمنا الإخوان، الله يرحمنا. وصلت بالجو جميل خويا محمد تحياتي لك، الله يعطيكم الشتا خاي، ايام اجل ان شاء الله للجميع. رياح قويه في مدينه بن سليمان، حتى حنا في كازا كاين الشتا، نطلب الله السلامه اكيد، والله يعطينا على قد نفع الاخوان. برشيد كاين رياح، قلنا الاخوان المدينه اللي كتوجدوا بها وكي دايره الاجواء عندكم بالمدينه ديالكم. إذن هذه الأجواء متبعي الأوفياء متبعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة العراج، أمطار الخير لا زالت تتهاطل على المدينة، اللهم صيبا نافعا يعني أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. قولوا لنا الجو كيفاش داير عندكم بالمدينة اللي كتواجدوا بها، الرعد في القنيطرة، تحياتي لك خويا سمير، مكناس، الشتا، الله يرحمنا، الله يعطينا على قد نفع، الإخوان ديال الشاون، طنجة، تطوان، وزان، الفنيدق، المضيق، أصيلة، الفحص، أنجرة، قولوا لنا الأجواء بالمدينة ديالكم كي دايرة. إذا كنعتذروا على انقطاع ديال البث المباشر بسبب الرياح القوية، مكناس أمطار الخير، اللهم الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، الأمطار دي جو فرنسا، تحياتي للجالية المغربية المقيمة في فرنسا. خويا عبد الرزاق تحياتي لك، خويا حسن الله يكبر بك، إيمو الزار، أمطار بلا رياح، نطلب الله السلامة أكيد، نطلب الله السلامة أكيد، نتمناو من الله أن يكون أمطار الخير وأمطار النفع في المدن المغربية، نتمناو أن ما يكونش ضرر على الناس وعلى الساكنة. رياح قوية في تطوان، كيعاملوا الأجواء خويا نور الدين في تطوان.
ممتازة، الجو عادي ولكن الجو ديال الشتاء. خويا حمزة مرحبا بك. دا الإخوان قلنا الأجواء بالمدينة اللي كتواجدوا بها، كي داير الجو عندكم؟ كاين شي شتا كطيح ولا الأجواء عالية ومستقرة؟ الصحراء والو، الأمطار الغزيرة بمرتين. خويا جمال تحياتي لك، مرحبا بك. الإخوان اللي بالمدن اللي قلناهم بطبيعة الحال اللي ذكرتهم الأرصاد الجوية بلاغ التحذيري لها، عندك إقليم الشاون، إقليم العرائش، إقليم تطوان، فنيدق، إقليم الفنيدق، مرتيل، كذلك إقليم طنجة أصيلة ووزان. أكدنا الإخوان كيعامل الجو عندكم في المدينة ديالكم. إذا هذه الأجواء متبعي الأوفياء متبعي قناة الشرطة بي مباشرة من مدينة العرائش في هذه الأجواء الماطرة. طنجة فيها المطر، فيها الأمطار قوية، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. كي داير الجو في مكناس؟ نصوروا الإخوان ديال مكناس بطبيعة الحال، الإخوان ديال مكناس بانوا هنا وقولوا لنا الأجواء كي دايرة في مكناس وفي النواحي. لأن أمطار الخير لا زالت تتهطل على مدينة العرائش، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. بانوا هنا الإخوان، سير عمي قطع، سير، بانوا هنا وقولوا لنا الأجواء. مكناس كاين شتا، فاس والو، مكناس كاين الشتا، والإخوان كيقول لك فاس ما كاين فيها والو. جديدة، أش واقع في جديدة الخوت؟ أش واقع في جديدة الإخوان؟ الله يرحم بها الوالدين. اللي في شي مدينة يقول لنا الأجواء شنو واقع؟ واش كاين شي فيضانات ولا الأجواء عادية؟ لحد الآن أمور في مدينة العرائش كما كنقولوا ما كاينش شي فيضانات كبيرة، ولكن أكيد أننا غادي نواكبوا الحدث من الأول حتى الآخر، وأكيد أننا غادي نوصلوا بالصوت والصورة للمعاناة ديال الناس اللي ساكنين في دور الصفيح. يلا الإخوة قولوا لنا الأجواء بالمدن والمدينة اللي كتواجدوا بها كيعامل الأجواء. كيمشي الأول مرة كيمشي الكونيكسيو بسبب الريح، لأن كاين رياح قوية، وكما كتشاهدوا حتى المواطنين هما مخبيين بعد هاد الأمطار ديال الخير وبعد تساقطات الخير اللي كتهطل على مدينة العرائش. خميسات شتا والرعد، أكادير فيها البرد هي جاية دابا، اللهم صيبا نافعا. كما كتشاهدوا راه الشوارع ديالنا ديال العرائش تقريبا عمرت بالماء، مراكش ما فيها والو، والله السلامة أكيد. الدار البيضاء تبارك الله، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك، الله يرحمنا. القنيطرة حاليا رياح وبرق. خويا سمير أشمن المدينة هادي كتوجدوا مدينة العرائش. أكيد أننا نشكر الله بطبيعة الحال لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، أمطار الخير لا زالت تتهطل على المدينة، اللهم صيبا نافعا، الله يرحمنا برحمته الواسعة. تطوان اللهم بارك، آمين. إسبانيا الميت ديما تبارك الله، اللهم بارك. دريوش غير الغبرة يعني العجاج على ما أعتقد. خويا بلا تحياتي لك. إذن هذه الأجواء متبعي الأوفياء متبعي قناة الشوق تي في مباشرة من مدينة العرائش، تساقطات مطرية مهمة كتشهد الآن المنطقة، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. الإخوان اللي ما قريش التعليق ديالو ما يبقاش فيه الحال، لأنني صايق وكنهضر وكنحاول أنني نقرا التعليقات ديال الجميع. طنجة الخير حاليا، اللهم بارك. إذا نقول لنا الأجواء بالمدينة اللي كتواجدوا بها، كي داير الجو عندكم؟ كاين شي شتي وكطيح؟ كاين شي فيضانات؟ ولا الأجواء عادية ومستقرة؟ تحية للجميع من تيتوان، بارطاجيو الإخوان، بارطاجيو وقولوا لنا الأجواء، لي بارطاج، وقولوا لنا الأجواء بالمدينة اللي كتواجدوا بها. تمالا الرياح، الناظور، الناظور اش واقع في الناظور؟ بغيت نعرف الناظور، الرياح والعجاج، اللهم بارك.
كازا بلونكا اش واقع؟ كاين شي عندكم في كازا ولا والو؟ لان هذه الرزازات ما كاين والو، تطوان باقي ما جا. اخوان ديال وزان قولوا لنا الاجواء في وزان والشاون، قولوا لنا الاجواء بوزان والشاون كي داير الاجواء. كازا الشتا تبارك الله، مدينه حد السوالم، الناظور الله يجيب، السعوديه الحراره، تحياتي للاخوان السعوديه، تحيه للمغاربه، اكيد ما خلاو حتى شي قنت. تطوان فيها الشتا الحمد لله، تطوان عاد قالوا لنا الاخوان الله يجيب، اكدوا لنا الاخوان الله يرحم بها الوالدين، تطوان كي داير الاجواء. طنجه طريق السلامه اخويا الله يكبر بيك، تنغير البرد. قولوا لنا الاخوه الله يرحم بها الوالدين، كاين اللي قالوا لنا بان طنجه تطوان فيها الشتا، وكاين الاخوه اللي دخلوا قال لك الله يجيب. اكدوا لنا الاخوه الاجواء بالمدينه اللي كتواجدوا بها، الله يكون الاخوان دعوا مع الناس اللي في دور الصفير، الله يكون معاهم. الناس راه كتعاني في صمت. خويا سمير تحياتي لك، تحياتي لك. وخويا محمد من طنجه الله يكبر بك، طنجه تطوان والو. خويا محمد انت تشكل خطا على السيد، لا كن هاني اخي ما تخممش. طب والله السلامه للجميع. تطوان لا. خويا الاخ اشرف كيقول تطوان ما فيها والو. تطوان فيها الشا، دابا هاي دابا واحد كيقول لك تطوان فيها الشا، واحد كيقول لك تطوان ما فيها والو. تطوان والو. الاخوان اللي كيسولوني فين انا، كتواجد في مدينة العريش. مدينة حد السوالم، تحياتي للناس ديال حد السوالم. الدار البيضاء فيها الشتا. اللهم بارك وزد في ذلك. اللهم بارك وزد في ذلك. طنجة الشتا. العروي والو. تغروط شمن بلدية تغروط شمن جهة جات الشتا؟ تاجة طاحت مع الفطور. تطوان فيها قبل العشاء، الشتا اسافي، البرد اكادير، جو معتدل. السلام خويا، خويا حميد تحياتي لك. تا رينكول لا، رينكول ما فيهاش. تطوان والو. مراكش البرد، الله يرحمنا والله عطينا على قد النفع. تيفلت ليس بعد، باقي ما كطيحش فيها. البيضاء فيها الشتا، طناو الشتا كطيح على الله. انا حاسيس شحال مزيونه طبيعه الحال، وحشنا الشتا كطيح، وسيدنا رمضان معنا. تحيه للناس ديال ولاد حريز ياك اخويا هاد السوالم. لي بارطاج الاخوان، لي بارطاج، لي بارطاج باش الناس اللي تمينا يقولوا لنا الاجواء بالمدينه ديالهم. هذه هي الاجواء مدينه العريش. طريق السلامه اخويا الله يكبر بيك. سطات اجواء سطات، طنجه شتا، خميسات فيها، تطوان ما كاينش دابا. واتحمقونا صح والله الا حشومه عليكم. كاين اللي كيقول لك تطوان فيها، كاين اللي كيقول لك تطوان ما فيهاش. قولوا لنا الاخوان شي شوا سيدي المختار. لا ورزازات البرد، جرف الملح الشتا. الله يرحمنا قد دفع امين. اخ اشرف تحياتي لك خويا، تحيه الاخ اشرف، مرحبا بالاخوان والمتبعين، تحيات من الفنيدق الله يكبر بيك. اذا كي داير الجو عندكم في المدينه اللي كتواجدوا بها، كي تجي الشتيوا ولا الاجواء عاديه او مستقرة؟ هذه الاجواء متبعين الاوفياء، تساقطات مطريه مهمه كتعرفها وكتشهدها الان مدينه العريش. اللهم صيب لنا فيها الاكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعه. صلي على الناس ديال شعبان، مرحبا بك. الراشدية والو، حسيمة الشتا، المحمدية أمطار الخير. الراشدية والو. إذا الإخوة قولوا لنا الأجواء بالمدينة اللي كتواجدوا بها، كيعامل الجو بالمدينة ديالكم.
مباشره من مدينه العرائش في هذه الاجواء الممطره، والتساقطات الخير لا زالت تتهطل على المدينه. اللهم صيبا نافعا، الله يرحمنا. اكادير والو خويا محمد ياسين، تحياتي لك اخويا. ندوز عندك اخويا، فين كيف مزيان انت؟ جو زوين ديال الشهر، اللهم بارك. اكيد جو زوين، اكيد اننا كامل بنا فرحانين بهذه الامطار الخير وبهذه التساقطات المطريه. نتمنى من الاخوان انهم يدعوا، لان الدعاء راه مستجاب خلال امطار ديال الخير. طنجة فيها الشتاء، القصر الكبير ما كاينش الشتاء، القصر الكبير بعيدة على العريش تقريبا بواحد ما يقارب 30 كيلومتر وما فيهاش الشتاء. العريش هذه الأجواء ديالها الحمد لله، كاين الشتاء وكطيح. طنجة الله يبارك. يلا الإخوان بالونا، الدار البيضاء فيها الشتاء الحمد لله، مدينة السبت قردان الحمد لله دائما وابدا. ما عرفتش في جات الضرب، قلنا الاخوان تازه بغينا نعرفوا تعرفوا بطبيعه الحال على المدن المغربيه، لان المغرب راه شنو نقول لكم كبير وفيه ما يدار. بغينا نتعرفوا ونعرفوا المدن المغربيه والقرى ديالها. البات كيتقطع بطبيعه الحال بسبب الرياح اللي هي قويه. قرصيف المحمديه، المحمديه كطيح فيها الشتاء، وقرصيف والو غير الريح. إذا هذه الأجواء متبين أو فيها متبين قناة تشوف تبين أجواء ممطرة، تساقطات مطرية قوية كتعرف الآن مدينة العريش. اللهم صيبا نافعا، وأكيد الله يرحمنا برحمته الواسعة في هذه الأجواء الجميلة والرائعة. ليبارطاج الإخوان وقولوا لنا الأجواء بالمدينة اللي كتوجدوا بها، كي داير الجو عندكم؟ كي داير الإخوان الجو عندكم؟ السلام عليكم خاي، معك قاسم من القصر الكبير، تحياتي لك خاي قاسم، مرحبا بك، مرحبا وألف مرحبا. إذن هذه الأجواء متبي الأوفياء، متبي قناة الشوف تي في مباشرة من مدينة العرائش. لي بارطاج قنيطرة أسافي رياح، الحمد لله القنيطرة كطيح فيها الشهر، اللهم بارك، الحمد لله أمطار الخير في طنجة، اللهم بارك وزد في ذلك. لي بارطاج الاخوان وقولوا لنا الاجواء بالمدينه اللي كتولدوا بها. قاسم الشعبي واش انت في جلان باشا خويا؟ انا لقيتيني دابا في المدار ديال الجوهره، دوزوا على جلان باشا بطبيعه الحال. غنبقى نتبع اللايف، غادي ندوزوا على جلان باشا ان شاء الله. قولوا لنا الاخوان الاجواء اللي كيف الاجواء عندكم بالمدينه ديالكم؟ كيف داير الاجواء بالمدينه عندكم؟ كاين شي استواء؟ ها هي بدات كتصحى، ها هي بدات كتصحى، ما بقاتش كما كانت، اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم بارك. الله يخليك ديما فرحان، الله يكبر بيه، ونتمناو الفرح يعم الامه الاسلاميه والعربيه اجمعين يا رب العالمين. واللي عنده شي هم الله يفرجوا عليه، واللي عنده شي مشكل الله يفرجوا عليه ويحلوا عليه. جرف الملح الشتا تنغير الجنوب الشرقي غيتن يا مغوت خويا، دوز عندنا مدينه حد السوالم ان شاء الله خويا، لمالا غير البرد خويا السلام. إذا كما كتشاهدوا الأجواء جميلة ورائعة في مدينة العلاج بعد التساقطات المطرية اللي عرفتها المدينة، اللهم صيبا نافعا، أكيد الله يرحمنا برحمته الواسعة. خويا حسان تحياتي لك، كيقولنا السلام ورد بالك أخويا للطريق، كون هاني أخويا، أنا غادي نهب شوية وشادين اليمين ديالنا وغادي شوية علينا، وكنهضرو وكنتكلمو مع الحباب ومع الصحاب. طريق السلامة السائقين والشوفرية كاملين، الله يوصل الجميع على خير.
لان هذه الاجواء متبين او فيها متبين قناه شوف تي في مباشره من شارع المعروف بوحنيني عرض السيفسه مدينه العريش. اجواء ممطره، تساقطات مطريه مهمه عرفتها وشدتها مدينه العريش. نتمنى من الله ان تعود هذه الامطار بالنفذ على المغرب طبيعة الحال. ندوزو نعودو على الشارع ديال الكودية وندوزو على الجنباشة، شارع عقبة بن منافع كيف تسمى كامل هذا سال الفوق وندوزو عليه، لأن كاين الإخوان اللي قالك دوز لعندنا. دوز الحاجة دوز خويا أحمد، تحياتي لك، تحياتي لك من مدينة سيدي سليمان، الله يكبر بك. صابر بن سليمان الشتا، اللهم بارك، اللهم بارك وزد في ذلك. خويا بغيت شي ريبورتاج على هاد السؤال، ان شاء الله لما لا، مرحبا لي بارطاج الاخوان، ونقولوا لنا الاجواء كيفاش دايره وكيفاش عامله بالمدينه اللي كتواجدوا بها. اذا هذه الاجواء متبين الاوفياء، تساقطات مطريه مهمه كتعرفها وكتشهدها الان مدينه العريج. خيا السين شمن جهة؟ شمن جهة أنت؟ حنا في الهبطة دابا، حنا حدا بالضبط قدام مقاطعة الكودية. حنا قول خي عمر صروخ، تحياتي لك، مرحبا بك، الله يكبر بك. حنا في الهبطة قريب لسوق الحد. لك من العيون، الله يكبر بك. تحيه للاخوان واكيد تحيه للمغاربه كاملين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر سواء داخل ارض الوطن او من خارجه. تساقطات مطريه مهمه عرفتها وشهدتها مدينه العريش. رجاء من السلطات، رجاء من السيد عامل اقليم العرائش، فتح مراكز الايواء للناس اللي بدون ماوى، الناس اللي ما عندهم فين يكونوا، والمتشردين طبيعه الحال. رجاء من السلطات المحليه فتح مراكز ديال الايواء، لان كاين السميقله ديال البرد، السميقله ديال البرد كاين في مدينه العريش، والشتا كطيح. الله يكون مع الناس اللي بدون ماوى واللي ما عندهم فين يكونوا. تحياتي الامطار خير طنجه، خويا عمر خيرات في القصر الكبير، خي محمد تحياتي لك خي عمر عزيز وغالي. قولوا لنا الاخوان الاجواء بالمدينه ديالكم كي داير الجو عندكم. هذه الاجواء مباشره من مدينه العرائش بعد ما عرفت التساقطات المطريه. طبيعة الحال خي احمد اخت نبيله، نبيلة أحمد كتقول بأن اللي عنده شي لباس يصدقهم. طبيعة الحال الإخوان الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين اللي بارطاج. راه بغينا نوصلوا واحد الرسالة للجهات المسؤولة، راه كاين ناس اللي بدون مأوى وكاين البرد، السميقلي ديال البرد. واش كتعرف شنو هو السميقلي ديال البرد؟ كاين البرد، راه ما تقدرش توقف في الزنقة ولا تخرج. احنا في الديور ديالنا مخبئين مغطيين وفينا البرد، ما بالك بديك الإنسان وديك الناس اللي بدون مأوى مغطيين مغطيين بالسماء. الله يرحم بها الوالدين، تكون فينا شويه ديال الانسانيه. لي بارطاج، بغينا نوصلوا الميساج، تكون فينا شويه ديال الانسانيه. كاين الناس اللي بدون مأوى، كاين الناس اللي ما عندهمش فين يكونوا. شاءت الاقدار، كل واحد الظروف ديالو، ما تعرف الزمان دوار، قدر يدور الزمان ونكون انا معاهم ولا تكون انت ولا انت. لي بارطاج الاخوان، بغينا نوصل الميساج للسلطات بالتدخل العاجل والاني بفتح مراكز ديال الايواء في وجه هاد الناس هادو اللي بدون ماوى. راه حنا في الديور ديالنا مخبئين وما قادرينش، السميقلي ديال البرد. خويا مصطفى من ايطاليا مرحبا، محمد الشافعي وعليكم السلام مرحبا بك.
نتمنى من الاخوان انهم يبارطاجيو، نتمنى ان الرساله ديالي تكون واصله ومفهومه ومعروفه. راه نتمنى من السلطات ان تفتح مراكز ديال الايواء في وجه الناس اللي بدون ماوى، في وجه الناس اللي ما عندهمش فين يكونوا وما عندهمش باش يتغطاو. الناس راه كتعاني في صمت للاسف الشديد. تين غير الجاج خليني نفرح الحمد لله. نعم اخي هشام، بوطاكاز كبيرة واحد ابريل تولي 50 درهم 30 درهم زائد 20 درهم. بصحتكم وبصحتنا. اخ عمر كيقول امطار الخير حاليا في طنجة، اللهم بارك. خي حسان تحياتي لك، اللهم بارك وزد من الخير في ذلك يا رب العالمين. يلا الاخوه الله يرحم بها الوالدين، شويه ديال البارطاج من بوسكوره. قولوا لنا الاجواء بالمدينه اللي كتوجهوا بها، كي داير الجو عندكم؟ كيداير الجو عندكم في المدينة ديالكم؟ صال كبير تاعي كطيح فيها الشتا، اللهم بارك وزد في ذلك، نتمنى من الله أنه يرحمنا برحمته الواسعة. سيدي قاسم تحياتي لك، مرحبا بك. لي بارطاج الإخوان، راه بغينا نوصلوا ميساج ورسالة للمسؤولين بالتدخل العاجل والآني. راه كاين ناس اللي بدون مأوى، كاين ناس كينعسو غير في الزنقة. رجاء بفتح مراكز ديال الإيواء في وجه هاد الناس هادو. أمطار الخير بعين دريج، تحية للإخوان اقليم وزان. خاي هشام الله يفرج على الجميع، خاي نتمنوا الجميع خصنا نتعاونوا، وكما قالوا الاخوان في لي كومونتير ما فيها باس اننا نخرجوا نمدوا يد العون لديك الناس. راه حنا لابسين ومغطيين علينا وفينا البرد، ما بالك ان ديك الشخص او ديك الانسان اللي وصلت به الظروف انه يكون في ديك الحاله. راه كون اكيد ماشي في غير البرد. باريس تحياتي لك خويا محمد، مرحبا بك. سيدي علال التازي امطار الخير، تامي مرحبا بك. الاخوه الله يرحم بها الوالدين، شويه البارطاج، الحاجه اللي هي مفيده والحاجه اللي احنا بغينا نوصلوا ميساج فيها خصنا نبارطاجيوها وخصنا نوصلوها للمسؤولين. راه كاين ناس اللي بدون ماوى، كاين ناس اللي كتعاني في صمت. رجاء رجاء ما بارطاجيو الاخوان، ورجاء ما قولوا لنا الاجواء بالمدينه ديالكم. نتمنوا من المسؤولين من السلطات، وراه كامل بينا مسؤولين وكل واحد راه هو مسؤول من المنصب ديالو من المكان ديالو، خصنا نتعاونوا كامل بينا. نتمنوا من الجهات المسؤوله بالتدخل العاجل من اجل فتح مراكز ديال الايواء في وجه هاد الناس هادو، ونتمنوا كذلك من المواطنين انهم يتعاونوا. راه حتى هادوك انسان راه هي الظروف هي اللي خلاتهم وجعلتهم انهم يوصل بهم لدرجه انهم يكونوا في الشارع ما يكونش عندهم المأوى. رجاء الله يرحم بها الوالدين. سلام خويا من اسبانيا، تحيه الجاليه المغربيه مقيمه باسبانيا طنجه، خديجه فاس ما كاينش الشتا ما شاء الله، حتى كازا امطار الخير، اللهم بارك وزد في ذلك.
يلا الاخوه نقول لنا الاجواء بالمدينه ديالكم. بغيت الرسالة وبغيت الميساج تفتح وبغيت الميساج عفوا يوصل وبغيت لي بارطاج بغينا نوصلو للمسؤولين بفتح مراكز ديال الايواء لهاد الناس هادو راه كيعانيو في صمت للاسف الشديد. كاين اخي عمر الله يكبر بيك الله يكون مع الناس اللي كترد الزنقة راه ماشي سهلة. بارطاجيو الاخوان وقولوا لنا الاجواء بالمدينه اللي كتواجدوا بها. اللهم صيبا نافعا بطبيعه الحال في مختلف المدن المغربيه. بغينا هذا المركز اللي هو كيتعتبر مركز ديال الايواء مدينه عريش هو هذا يتفتح. نتمناو ونطالب بطبيعه الحال من السيد عامل الاقليم العريش بالفتح مركز ديال الايواء بالمدينه. راه الناس راه كتعاني في صمت للاسف الشديد. الله يعاون الله يعاون المسكين الله يكون معاه والله يكون مع الجميع. الاخوان الله يرحم بها الوالدين رجاء رجاء الاخوان بغينا نوصلوا المسؤولين بالتدخل العاجل والاني. إذا شتي ومبقاش كطيح هذه الأجواء عبر شوارع أزقة مدينة العريش في هذه الأجواء الممطرة والسميقلي ديال البرد. ونتمناو كذلك من السلطات دخل وفتح مراكز ديال الإيواء في وجه الناس اللي بدون مأوى. اسبانيا الشتاء اللهم بارك وزد في ذلك الله يرحمنا والله يعطينا على قد النفع والله يعطينا على قد القوارز ديالنا. الله يعطينا الاخوان على قد القوارز ديالنا بطبيعة الحال. بارك وزد في ذلك. الظلال الشتاء كطيح خير رشدي تحياتي لك مرحبا بك الله يكبر بك. الاخوه الله يرحم بها الوالدين كما قلت الميساج بغينا نوصلوه للمسؤولين والجهات المسؤوله بفتح مراكز ديال الايواء في وجه الناس اللي بدون ماوى. راه السميقلي ديال البرد والشتا كطيح راه بغينا هاد المراكز تفتح. لي بارطاج الاخوان ونقولوا الاجواء بالمدينه اللي كتواجدوا بها مباشره من مدينه العريش. في الاجواء بطبيعه الحال تساقطات مطريه مهمه عرفتها وشهدتها مدينه العريش. اللهم صيبا نافعا قوية في سمارة. اللهم بارك وزد في ذلك. بارطاجيو الاخوان وقولوا لنا الاجواء بالمدينة اللي كتواجدوا فيها وكيعامل الجو عندكم في المدينة ديالكم كاين شي شتا كطيح ولا الاجواء عادية ومستقرة. السميقلي ديال البرد كاين في مدينة العريش. والله السلامة أكيد والله يكون مع الناس اللي بدون مأوى.
جدا. نتمنى ان الرساله ديالي تكون واصله وتكون مفهومه، ونتمنى من الاخوان انهم يبارطاجيو، لان نتمناو من السلطات بطبيعه الحال فتح مراكز ديال الايواء في وجه بطبيعه الحال وفي وجه الناس اللي بدون ماوى. راه الناس كتعاني في صمت. شتا هنا في اسبانيا كاتالونيا شتا من السما، الله يرحمنا. على المسؤولين مراقبة القوات. نتمناو من المسؤولين بطبيعة الحال مراقبة القوات كما قال الأخ رشدي، والله يعطينا دائما كنطلبوا الله يعطينا الشتا على قد القوات ديالنا. كنتمناو كنطلبوا الشتا طيح، ولكن دائما كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعطينا الشتا على قد القوات ديالنا. الله يرحمنا برحمته الواسعة. إذن هذه الأجواء المباشرة من شارع محمد الخامس مع التساقطات المطرية اللي عرفتها وشهدتها مدينة العريش. أمطار الخيل لازالت تتهطل على المدينة، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. مرة أخرى خير وجدي إن شاء الله نجي عندكم. إذن بعد توقف ديال أمطار الخير الحركية تعود لشوارع مدينة العريش، وباقي السميقلي ديال البرد. نتمناو أن ثلاث أيام تدوز آمنا يا رب العالمين، تدوز ما يتأذى وما يتقاص حتى شي واحد. إذن نتمنى أنني نتلاقى بكم موعد لاحق إن شاء الله، وتحياتي للجميع.